بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور السيد فرج، أستاذ أمراض القلب بجامعة الزقازيق، وعضو في الجمعية المصرية للتصلب الشرايين، والسكرتير العام للجمعية المصرية للتصلب الشرايين، وعضو في المؤتمر كايرو بي سي آر في تنظيم مؤتمر كايرو بي سي آر 2018. الحقيقة المؤتمر دوت معني بشكل كبير جداً بالأسطرة التداخلية وكيفية تعليم شباب الأطباء، خاصة مهارات الأسطرة التداخلية والحالات، كيفية التعامل مع الحالات المختلفة عن طريق نقل الخبرات الأوروبية بالمشاركة طبعا مع الخبرات المصرية، عشان ننقل رسالة تعليمية واضحة جدا لشباب الأطباء. كمان بيتميز الكورس والمؤتمر دوت بأنه في تفاعل دايما ما بين المتحدثين وما بين المنظمين وما بين الحضور وما بين الأساتذة، وده بيخلق جو تعليمي ورسائل واضحة من خلالها بيقدر شباب الأطباء والمتدربين معرفة قواعد كتيرة جدا ومهارات كتيرة جدا في الأسطرة التداخلية وتركيب التعاملات.